خلونا نشوف التقرير عن علاقة الكورونا بالجمال. خلونا نشوف التقرير يا شباب. في عام 2012 نجح باحثون من جامعة الملك سعود وجامعة كولومبيا الأمريكية في معرفة مصدر الفيروس. اعتمدت الدراسات الاستقصائية على مسح تاريخي وجغرافي للسعودية التي أكدت أن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية شائع بين الإبل على مستوى المملكة. نشرت مجلة الجمعية الأمريكية للأحياء الدقيقة نتائج الدراسة التي أكدت على أن 47% من الإبل مصابة بالفيروس. في مارس عام 2014 اعتبرت منظمة الصحة العالمية الإبل مصدراً رئيسياً للفيروس، ولكن لم تشر إلى طريقة انتقاله للإنسان. في إبريل عام 2014 كشف علماء أمريكيون أن فيروس كورونا يمكنه البقاء على قيد الحياة في حليب الإبل، وحذروا من الحليب الغير مبستر. في أوائل أكتوبر عام 2013 استقبل مستشفى الملك عبد العزيز بجدة رجلاً مصاباً بفيروس الكورونا، وأجرى وكيل وزارة الصحة الدكتور زياد ميمش بحثاً علمياً تضمن أخذ عينات من الإبل التي كانت لدى الرجل، وأظهرت النتائج أن 9 من الإبل مصابة بالفيروس، وكان الرجل يشرب الحليب الغير مبستر. وأغلقت وزارة الصحة 5 حظائر للماشية، ولم تشر وزارة الصحة إلى هذه الدراسة، وتحذر المواطنين من حليب الإبل والاختلاط معهم. نشر أول بحث علمي يؤكد تطابق سلالة الفيروس بين الإبل المصابة والإنسان المصاب، وأكدت الدراسة العالمية أن الفيروس ينتشر في المناطق الأكثر تعاملاً مع الإبل، حيث سجلت أعلى نسبة في وسط المملكة ومحافظة الأحساء، وجاءت منطقة جازان الأقل لقلة تواجد الإبل.